السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك بودكاست وكاتب حاجة او مسجل حاجة بصوتك، فبالموقع دوت هيبدأ ان هو يعمل لك شخصية تبدأ انها تتكلم بالكلام اللي انت هتديه لها بالشكل دوت، سواء مكتوب او صوتك انت، يبدأ ان هو يخلي فيه كأن في شخصية اللي بتتكلم. وتقدر تخلي فيه كذا شخصية كأن في حوار، يعني ممكن تكون في رواية مثلا بين أشخاص زي مثلا ثلاثية نجيب محفوظ مثلا، فتبدأ تخلي فيه كذا شخصية بتتكلم في نفس الوقت، وتحدد المشاعر وتعمل سكيل للشخص اللي بيتكلم. فده كأنك هتعمل بقى إيه، فيديوهات سريعة كده وكان في كذا حد بيتكلم في نفس الوقت. فالموضوع سهل جدا وبسيط، لما تديله تكست لما صوت هو يبدأ يتعامل معاه. طيب، ناس كتيرة بتسأل على البرايسنج، هو مكتوب اهوت فري، بيديك 60 دقيقة واوتو كابشن، يعني ممكن انت مديله صوت فهو بيحول الصوت لتكست برضه، يبقى في كابشن، في تكست مكتوب مع الصور. وممكن تقول له انا عايز عندي فيديو على اليوتيوب، يبدأ تديهوله ويبدأ يعمل لك الكابشن بتاعه. في 49 دولار غالبا ده في الشهر، 99 دولار. او في كاستم لو انت عايز خدمات معينة.